السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا الجديده وحصريه على قناتنا ان شاء الله باذن الله تكون استخاره قويه جدا بالحروف. الاستخاره بتاعتكم بالحروف النهارده معانا مجموعتين، المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه، ومعانا لونين، اللون الازرق واللون الاحمر. طيب المجموعه الاولى هي ايه؟ هي حرف الالف، حرف الباء، حرف التاء، حرف الساء، الجيم، الحاء، الخاء، الدال، الزال، الراء، الزين، السين، الشين، الصاد، الضاد، واللون بتاعهم الأزرق. طيب المجموعة رقم 2 اهي، الطاء والظاء والعين والغين والفاء والكاف واللام والميم والنون والهاء والواو والياء، واللون بتاعهم الأحمر. طيب احنا هنشوف المجموعة الأولى اللي هي دي اهي باللون بتاعها. هنركن المجموعة دي على جنب كده، مجموعة رقم 2 هنركنها شوية على جنب، وناخد معانا مجموعة رقم 1 بالشمعة الزرقاء بتاعته. طيب نقول بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنشوف الصورة دلوقتي اللي هتطلع لكم، والصورة اللي هتطلع لكم يا رب تكون كلها خير وتغيرات. بسم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. سورة الحج. ايه عندكم عمرة ولا ايه؟ ربنا يكتبها لكم. اصحاب المجموعة رقم 1 ان شاء الله باذن الله يكون عندكم عمرة، عندكم خروج من ضيق، خروج من محنة، خروج من ازمة، الله اعلم، بس هيكون عندكم امور جديدة في تحسن. بص بقى، اول حاجه انتوا عايشين والعيشه مش راضياكم، عندكم هنا الفتره اللي جايه دي تغيير في زياره مريض، وبعد كده هيكون في طاقه تانية مختلفه. الفتره اللي جايه دي حرفيا عندكم حمل، خبر يخص اطفال، مولود جديد، الله اعلم، بس عندكم استقرار حلو جدا. مين عندكم عمال يتعذب، عمال يتالم، شايل هموم الدنيا كلها فوق كتفه؟ كمان في حب عندكم متبادل بينكم وبين شخص، في حد مش مريحكم، شيطان بيتعامل كده بطريقة غريبة، بيتعامل بطريقة مش عاجباكم، موضوع كده غلط. كمان الفترة دي انتوا في فترة حاسين ان انتوا مغلقين جدا، حاسين ان انتوا منعزلين تماما عن ناس كتيرة جدا، وده اكبر غلط. الفترة اللي جاية دي هتكون فترة تغيير، فلازم بقدر المستطاع تثبتوا وجودكم في كل حاجة في حياتكم. في حد كمان عندكم عنده زواج، عنده انتصار، عنده تغيير، الله اعلم، بس هيكون في زواج حلو جدا الفترة اللي جاية. في حد ناوي يعمل عملية، يا ريت يعملها من غير ما يفكر، علشان ان شاء الله بإذن الله هيكون في نجاح. بينكم وبين حد علاقة، بينكم وبين حد حاجة تخص الحب، ومفيش اهتمام، مفيش استقرار، مفيش امور مستجدة، في شوية مشاكل على طول. طيب انتوا في ناس في حياتكم عايزين تمشوها، عايزين تقولوا لها خلاص احنا مش عايزينكم في حياتنا، ابعدوا اطلعوا، كلام كتير جدا. في هنا كشف حقيقة، الكشف الحقيقة دي انتوا هتكتشفوها من ناس هتحسوا ان قد ايه هي خاينة، هي مش لطيفة. كمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم ماشيين في سبيل ربنا، ماشيين في طريق خير جدا، والطريق الخير اللي انتوا ماشيين فيه ده هيكون انتصار ليكم، او عبادة جديدة، او تغيير جديد، او امور مستجدة. خلوا بالكم من فتنة، خلوا بالكم من توتر، خلوا بالكم من حيرة حواليكم من ناس مقربة. كمان الفترة اللي جاية دي في دعوة، والدعوة دي انتوا هتدعوها لربنا، وبإذن الله هييسر أموركم وهيبعد عنكم أقرب الناس اللي هي مش تامر فيها العشرة اللي انتوا عملتوها، أو الحاجة اللي انتوا الخير اللي عملتوه جدا مع الناس دي. مين الشخص اللي ساب جواكم تعب نفسي ولحد الآن بتعانوا، وبتقولوا لو رجع الزمن مكناش اخترنا الناس دي؟ في حاجة انتوا عايزينها ومش عارفين توصلوا لها، لسه الأمور ما تفتحتش قدامكم، لسه البيبان مغلقة، لسه الدنيا ما تفتحتش لدرجة ان انتوا تمشوا بسرعة، في حاجة موقفاكم. كمان مين عندكم بيشتكي من نظر، بيشتكي من عين مش شايف كويس، بيشتكي من وجع جوه عينيه، الله أعلم.
بصوا هنا كمان، بسم الله ما شاء الله عليكم، انتوا خليتوا يعني حطيتوا حدود بينكم وما بين حد، فصلتوا، بعدتوا، الامور عندكم اتغيرت. كمان الفترة اللي جاية فيه نور في طريق حلو جدا. الشجرة اللي انتوا زرعتوها طول الوقت هتحصدوها في اقرب وقت بإذن الله. الوقت اللي انتوا فيه حاليا ده فيه مراقبة من حد كويس جدا وحبيبكم، بس مش عارف ياخد خطوة ولا عارف يبدأ ازاي. في خصام بينكم وما بين حد والعلاقة اتقطعت، هترجع وهيبقى فيه كلام وهيبقى فيه مواجهات كتير جدا وهيبقى فيه كلام زي ضرب النار كده، كلام مش لطيف، بس انتوا هتستحملوا وهتغيروا كل حاجة. البعض منكم بيشتكي من وجع في البطن، البعض منكم عنده وجع بيشتكي منه في الجسم، حاسين ان انتوا مرهقين، حاسين ان انتوا تعبانين، في امور متلخبطه، لكن الفتره اللي جايه هتعيدوا حساباتكم بشكل كبير جدا والامور عندكم هتتحسن بشكل ايجابي. في حد سايب اثر فيكم واذيكم بكل الاشكال، انتوا ما بقيتوش تتعلقوا بحد زي الاول، بداتوا تتغيروا بسم الله ما شاء الله عليكم، عندكم تغيير كبير جدا في حياتكم بسبب الاذى وبسبب الظلم اللي انتوا شفتوه من الاخرين. كمان الفترة اللي جاية بإذن الله بإذن الله الطريق اللي انتوا ماشيين فيه حاليا هينجح وهيتكبروه. ليه؟ علشان خاطر انتوا ماشيين في طريق خير، وطول ما انتوا ماشيين في طريق خير ارموا ورا ظهركم اي اشياء مؤذية. انتوا حاسين باللي بيحصل معاكم وعارفين ايه اللي بيحصل، بس سايبينها على ربنا. كمان الناس اللي كانت بتتدخل في العلاقة دي وتعبتكم وخلتكم بتعانوا لحد الآن، إن شاء الله بإذن الله في أقرب وقت ربنا هياخد لكم حقكم. حد تخلى عنكم في وقت انتوا كنتوا محتاجينه، في وقت انتوا ما كنتوش متوقعين أبدا في يوم من الأيام ان ربنا يعني كنتوا بتكلموا ربنا على الشخص ده، كنتوا بتقولوا يا رب احنا حابين الشخص ده، يا رب احنا ما نقدرش نستغنى عن الشخص ده، وفجأة الشخص ده اختفى وقعدتوا فترة تدوروا عليه وفعلا يعني لحد الآن مش عارفين هو فين او راح فين او موجود ولا مش موجود، ما تبتوش عارفين عنه اي حاجة، بس بتدوروا عنه كتير جدا. مين اللي عندكم عنده حريق في جسمه، حصل عنده حريق او هو في جسمه علامة؟ الحد ده مظلوم جدا من كل الناس، دايما شايل المسؤولية، دايما شايل الهم، دايما شايل حاجات فوق كتفه وبيعاني. في ذهب، حد هيهديكم هدية او انتوا هترجعوا المال، الله اعلم، بس في شراء ذهب عندكم او في رجوع حق ليكم بإذن الله. انتوا بتحبوا العشرة جدا مع الناس، بتحبوا ان انتوا دايما تكونوا مع الناس، يعني تتعاملوا بطريقة لطيفة، بتحبوا الناس جدا، وفي بعد بينكم وبين حد، الحد ده هيمدلكم ايده وفعلا هيساعدكم وهيحس قد ايه ان في ناس كتيرة جدا ظلمتكم. الشخص ده قريب جدا منكم وهيبعت لكم رسالة، مش هتكونوا مبسوطين بس، ده انتوا هتكونوا في اشد الفرحة ان الراجل ده هيقف معاكم وهيساعدكم في حاجات كتيرة جدا. بسم الله ما شاء الله عليكم. كمان اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. انتوا الفترة اللي جاية دي بقدر المستطاع ناويين تغيروا في شكلكم، تغيروا في لبسكم، تغيروا في حياتكم، تغيروا في حاجات كتيرة جدا، فياريت تخلوا بالكم بقدر المستطاع. انتوا عندكم طاقة مختلفة، عندكم انتو امتداد لحاجات كتيرة جدا في حياتكم، فما تقلقوش خالص. ليه؟ علشان انتو هنا تعبانين، شايلين هموم الدنيا فوق كتفكم، شايلين هموم كل حاجة في حياتكم، فياريت بقدر المستطاع تخلوا بالكم من كل كلمة بتطلع من لسانكم. ليه؟ علشان الكلام اللي بيطلع من لسانكم ده في ناس بتبني عليه حاجات كتيرة جدا. انتوا مميزين في كشف الحقيقة وفي كشف الكذب الناس اللي محيطة بكم. دخلتوا في مشروع وخسرتوا فيه من كام سنة، والمشروع ده كان بالنسبة لكم حلم، دخلتوا فيه وبعد كده حسيتوا قد ايه ان ما كانش ينفع تدخلوا فيه وخسرتوا، بس بإذن الله في الوقت المناسب ربنا هيعوضكم بالخير اللي انتوا مستنيينه. انتوا قلقانين
وعندكم لبس جديد، عندكم شراء زي ما قلت ذهب، لبس، عندكم اشياء جديدة هتشتروها، والاشياء الجديدة اللي هتشتروها دي هتكون مناسبة جدا ليكم، او هتكون تغيير بالكامل ليكم، علشان انتوا في الفترة دي طاقة مختلفة هتتوزع عليكم. بس خلي بالكم من الغيرة اللي من الستات اللي حواليكم او من الناس المقربة ليكم. انتوا عندكم شوية امور، بس ان شاء الله هيكون في رسالة حلوة هتطمن قلبكم. وديني برجع واقول تاني، خلوا بالكم من الفتنة، الفتنة اللي الناس بتيجي توصلكم كلام غلط وانتوا بتصدقوهم، يا ريت تحذروا ان الفتنة دي بتخرب بيوت، وما تسمعوش كلام حد. اول حاجة، انت اليومين دول عندك شوية قلق، شوية تفكير رهيب جدا، في حاجات بتفكر فيها، عليك فلوس عايز تسدها، عليك دين عايز تطلع منه، عليك حاجة مضايقاك، أو بمعنى أصح عندك خنقة وبتحاول تجدد من اللي أنت فيه. أمورك أي نعم مش متظبطة، بس عندك حاجة بتتحضر لك في الخير. يعني انت هتعمل عمل انساني الفترة اللي جاية، ممكن تعمل حاجة لله، ممكن توزع حاجة لله، الله اعلم، بس انت عندك حاجة جديدة. في شوية تعب نفسي من الشريك، بمعنى اصح الشريك مأثر عليك في حاجات كتيرة جدا، عندك خروج من الحالة بتاعتك السيئة، او خروج من الحالة اللي انت مضايقاك، عندك حاجة عاطلة في محكمة بقالها مدة، عندك ورق، اما ورق سفر لا اما ورق خروج من اللي انت بتمر بيه حاليا، الله اعلم، بس انت عندك ورق خير الفترة اللي جاية، وعندك طاقة تانية مختلفة. كمان انت الفترة دي متسرع جدا في قراراتك، متسرع جدا في قرارات، في كلام، في يعني بقيت مندفع بطريقة رهيبة، دمك دايما حامي، او دمكم دايما حامي، مشكلتكم ان انتوا بتغيروا جدا على الشريك، والشريك مش قادر يفهم الحاجة دي، وبعض الامور بيبقى فيها مشاكل وبيبقى فيها ضغوط نفسية. حاول ان انتوا تتماسكوا شوية في اعصابكم، وبلاش ان انتوا تبينوا للشريك حبكم الزايد، علشان الشريك شايف ان ده عدم ثقة، وان ده تحكمات زايدة عن اللزوم، فبالتالي انتوا كده مضغوطين وبتضغطوا نفسكم في حاجات كتيرة جدا. حصل عندكم خيانة، والخيانة دي انتوا اكتشفتوها وقررتوا ان انتوا ما تتكلموش عنها، بس انتوا ناويين تردوا اللي حصل عندكم اكتر من مره. عندكم تفاحه، والتفاحه دي هتكون خير ليكم، او بمعنى اصح هتخرجكم من الضيق والخنقه اللي انتوا بتمروا بيه خلال فتره معينه باذن الله. كمان النوم بتاعكم مش مستقر، 24 ساعة تفكير وبتضغطوا على نفسكم. ما اقدر ابشركم ان شاء الله باذن الله بنجاح مشروع حلو جدا، انتوا ماشيين في طريق خير، والطريق الخير ده هيبقى في مشروع، او انتوا بدأتوا مشروع جديد، او انتوا ناويين تبدأوا مشروع جديد، كل يعني المشروع اللي عندكم ده هينجح باذن الله. الفترة دي كمان انتوا فقدتوا حد عزيز على قلبكم، الحد ده كنتوا بتحبوه قوي، او كنتوا كده بتحسوا قد ايه الشخص ده بيديكم دفعة لقدام، قد ايه الشخص ده لطيف، قد ايه الشخص ده كويس، قررت ان انتوا تتعاملوا في شوية. يعني البعض منكم اصلا بسبب العصبية الزايدة اللي عندكم، القولون عندكم عصبي، 99% عندكم القولون عصبي، وعندكم وجع في الجسم بتطلع لكم كده بالضغط النفسي اللي انتوا فيه. فدايما اقول ان انتوا تهدوا اعصابكم، وبلاش ان انتوا تفضلوا طول الوقت تضغطوا على نفسكم. في حد انت ناوي تدافع عنه، لا اما هتشهد عنه حقيقه كويسه، او حد انت هيبقى قاعد في موضوع كده، او هتبقى قاعد وحد هيقول على حد كلام، فانت هتندفع جدا وهتقول ان الكلام ده ما حصلش وهتتكلم عليه. ليه؟ علشان انت مش عايز ان الشخص ده اللي انت هتدافع عنه هيكون فعلا مخلص جدا ليك، وبيكون دايما فعلا بيحبك. في حد عندكم ممتاز جدا ان هو يستفزكم، ممتاز جدا ان هو يتكلم عليكم، وان هو يجي في سيرتكم، ودايما بينك وما بينه، او بينك وما بينه مشاكل على طول. على اتفه الامور الاسباب دي، على اتفه الاسباب الصغيره، دايما في مشاكل بينك وما بين الاسره، دايما كده حاسين. انا عايزه اقول لكم ان انت معمول لكم سحر بالوقف الحال، بكل حاجه وقف الحال ده مأثر عليكم انتوا، مأثر على اولادكم، مأثر على الشريك، مأثر حتى على الاسره، وده هو اللي مسبب لكم الضغط اللي انتوا فيه. السحر ده بيتجدد لكم حاليا، واقف
بس تأثيره لسه موجود، تأثيره مأثر عليكم في ايه؟ مأثر عليكم ان انتوا مش طايقين تتكلموا مع حد او عايزين تتكلموا مع حد. فعشان كده انتوا حاولوا ان انتوا تتخلصوا من السحر ده وتتحصنوا نفسكم على طول، ويبقى عندكم تستحموا بمية وملح، وتخلوا بالكم من اي حاجة سلبية مأثرة عليكم. حاليا السحر ده واقف، فطول ما هو واقف انتوا تأثيره السلبي عليكم يعني لو كان تأثيره 100% فتأثيره حاليا 10%. فانتوا دي اكتر فترة ممكن تجددوا، اكتر فترة ممكن تطلعوا، اكتر فترة ممكن تبصوا لنفسكم وتشوفوا حياتكم بشكل جديد عندكم. كمان الفترة دي اكتر من حاجة هتبان قدامكم، وهتكون كده زي الترابيزة مكشوفة، وهتاخدوا برضو قرارات حاسمة فيها. في حمل كبير جدا على كتفكم، مسؤولية كبيرة او حاجة كبيرة على كتفكم عايزين تاخدوها. من وقت للتاني كمان عندكم وجع في الجسم، الفترة دي عندكم حاجة مأثرة عليكم في وجع جسمكم. في حد عايز يجيب لكم هدية وانتوا هترفضوا، علشان هتحسوا ان هو بيخطط لكم حاجة، او انتم مش متفائلين خير من الشخص ده. في شوية معاناة من وقت للتاني بتعيشوها، وده بسبب الضغوط اللي عندكم وبسبب برضو التوتر. انتوا كمان الفترة دي مش حاسين بالامان، ولا حاسين بالراحه من الناس اللي حواليكم. عندكم فوبيا من ناس كتيره جدا، ومش عايزين تتكلموا معاها، ولا عايزين حتى تفتحوا اي مواضيع عندكم. في كمان هنا شخص، يعني انتوا ممكن يكون عندكم ابن او عندكم حد انتوا بتحبوه جدا، بس الحد ده نفسيته تعبانه، او انتوا دايما بتحاولوا تطبطبوا عليه الفتره دي. كمان بسم الله ما شاء الله عليكم، هنا في حمل ليكم الفترة اللي جاية، او في طاقة ايجابية بسم الله ما شاء الله عليكم. عندكم حاجة تخص اطفال انتوا هتسمعوها الفترة اللي جاية دي ان شاء الله، وممكن كمان البعض منكم يكون عنده رجوع، علشان انتوا خلاص بدأتوا تاخدوا قرارات حاسمة، بدأتوا تبصوا لحياتكم بشكل ايجابي. اي نعم انتوا عانيتوا، واي نعم انتوا اتأذيتوا، وشفتوا كتير من الحياة من لخبطة، اموركم مش متظبطة الفترة دي، بس بسبب الورق وبسبب القرار اللي انتوا تاخدوه، اولا هتحلوا المشاكل اللي عندكم، ثانيا هيبقى في قرارات حاسمة. عندكم رجوع مع ابراج مائية، برج السرطان، برج العقرب، برج الحوت، هيبقى في رجوع عندكم، او هيبقى في كلام، وممكن المشكله اللي بينكم تتحل، بس دايما خلوا بالكم من اي طاقه سلبيه. كمان بلاش ان انتوا تدوا دفعه لنفسكم في التفكير، انتوا دماغكم يعني دماغكم خلاص هتنفجر من كتر ال 24 ساعه تفكير زي ما قلت لكم، وبالكم مشغول قوي الفتره دي بحاجتين، بالصحه وبالماديات. الماديات عندكم زي ما قلت لكم، انا مبشركم انه في مشروع هينجح عندكم، ومن خلال المشروع ده هيبقى فيه خبر حلو، بس الصحة دي بتاعتكم انتوا، لازم تهتموا بصحتكم، ولازم تبعدوا عن اي حاجة في حياتكم. انتوا بدأتوا يعني بدأتوا تطلعوا، اي نعم بدأتوا تطلعوا من التوتر، بس انتوا خلاص. كمان البعض منكم ممكن يكون عامل رجيم، البعض منكم داخل على ايام هيخس جدا، او بمعنى اصح انتوا في امور عندكم، البعض منكم بيلعب رياضه، البعض منكم حارم نفسه من اكل، في حاجات عندكم انتوا حارمين نفسكم منها، وده باين لكم قوي الفتره دي. كمان في حد دايما بيحب يطبطب عليكم، حد بيحب دايما يقول لكم ما تزعلوش ان شاء الله خير، ان شاء الله باذن الله ربنا ييسر امركم، حد كده بيديكم طاقه ايجابيه لقدام. المنفصلين هنا، المنفصلين قربوا يخبطوا دماغهم في الحيط من كتر التفكير. يعني انتوا اي نعم سايبينها على ربنا، بس برضو بتفكروا 24 ساعة تفكير، وده اكبر خطأ. انتوا سيبوا كل حاجة على ربنا، وان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمكم من حيث لا تحتسب، عشان انتوا عندكم خروج من كذا محنة. مين كمان الشخص اللي انتوا خايفين تخسروه الفترة دي، او بمعنى اصح شخص خلاكم تفقدوا ثقتكم في ناس كتيرة جدا، خلاكم خلاص عايزين تعيشوا لوحدكم كده، واخدين جنب، واخدين جزء كده لوحدكم، مش عايزين تتعاملوا مع حد خلاص. ان شاء الله الفترة دي هيكون في سفر مفاجئ لكم، السفر ده هيكون طاقة حلوة، هيكون فرحة طال انتظارها، هيكون اخبار ليكم انتم، امور هتستجد معاكم. ممكن البعض منكم هيخلص ورق، والورق ده زي ما قلت هيكون خير ليكم، بس في شويه حاجات بتحصل معاكم مخلياكم خايفين من بكره وقلقانين، وده اكبر غلط. يعني بلاش تخافوا من الايام اللي جايه، ادوا يعني مثلا ادوا الايام اللي جايه وضعها، او بلاش ان انتوا ترهقوا نفسكم في تفكير وفي حاجه سلبيه، او في اي ضغط نفسي منكم او ليكم او لحياتكم.
في مين هنا الشخص اللي منى عينه فعلا يجمعكم بينه وما بين الشريك، او الشخص اللي هو فعلا بيحبكم وعايز يجمعكم، او عايز ان هو يعني مثلا يقربكم من بعض، يخليكم تكملوا، تخليكم تشوفوا بعض. الله اعلم الشخص ده عندكم في حياتكم موجود، يعني عايز يجمعكم بس مش عارف. وفي نفس الوقت ارجع واقول ان انا المره اللي فاتت شفت لكم ان انتوا في طفل عندكم انتوا متعلقين بيه جدا وبالكم مشغول بيه جدا. الطفل ده مازال موجود ومازال برضو انتوا ان انتوا متعلقين بيه او بالكم مشغول بيه قوي الفتره دي. اموركم الايام دي ماشيه عكس ما انتوا عايزين، او بمعنى اصح الامور عندكم فيها طاقه مختلفه. انتوا هنا حاسين ان انتوا زهقانين، ان انتوا تعبانين، عايزين بقدر المستطاع تطلعوا من اي حاجه في حياتكم، في شغلكم، في مجال اكل عيشكم، في نفور، مش عايزين تشتغلوا، مش عايزين تكملوا في الشغل ده، في شويه ضغوط انتوا حط في بالكم كده. كمان انتوا هنا شايلين هم، لا اما ورق، لا اما سفر، لا اما حد بعيد عنكم، حد اتاخر في غيابه عليكم، وناويين او في حد ناوي يساعدكم الفتره اللي جايه بشكل كبير جدا. انتوا هنا مصدومين في علاقتكم مع الشريك، او بسبب الشريك ظالمكم في طرف تاني، او في علاقه تانيه، ممكن يكون في الشريك في طرف في طرف تاني في حياته، او في علاقه تانيه الله اعلم. في نفس الوقت كمان انتوا هنا بتدوروا على حاجه جديده تحصل لكم، بتدوروا على حاجه فيها طاقه، فيها طاقه خير. عندكم هنا شويه زعل، اي نعم بتضحكوا، اي نعم محبين للحياه، بس في شويه خنقه وضيقه من غير اي سبب، رغم ان انتوا اطيب من قلبكم مفيش، بس دايما كل الاشخاص اللي في حياتكم حاطه عليكم بشكل كبير طريق، والطريق ده طويل انتوا ماشيين فيه. هو اصلا بشرة خير ليكم، وان شاء الله باذن الله هيكون طاقة جديدة او طاقة مختلفة. انتوا صادقين جدا في مشاعركم الفترة دي، صادقين جدا في كلامكم، بتستوعبوا اكتر، بس بلاش تتعصبوا على الفاضي وعلى المليان. انتوا هنا ما تستهلوش اللي انتوا بتعملوه في نفسكم ده، فياريت تخلوا بالكم، عندكم فرحة كبيرة جدا في الطريق ليكم، ان شاء الله باذن الله هتغير حياتكم للاحسن. انا عارفة ان انتوا هنا حزانة، وان انتوا هنا مطعونين، ودقيتوا في باب معين انتوا عمالين تدق عليه، ومازال عمالين تدقوا عليه، والباب ده لسه مقفول في وشكم، وعشان كده حالتكم بتسوء للأسوأ. بلاش الكلام السلبي اللي انتوا بتسمعوه من اي حد، انتوا ما تعرفوش ربنا كاتب لكم ايه، او هتخرجوا من المحنه والضيقه اللي انتوا فيها ازاي. عندكم اكله حلوه، اكلات بحريه انتوا بتحبوها، حاجه معينه انتوا هتحبوها، كمان في نفس الوقت هتطلعوا، انتوا بتحبوا قعده البحر جدا، بتحبوا تشربوا قهوه، تشربوا كده حاجه تروق مزاجكم، ان شاء الله هيكون في طاقه ايجابيه عندكم، وهتطلعوا من الضغوط النفسيه اللي انتوا اللي هي محطوطه عليكم. ان شاء الله كمان هيبقى في تحضير، انتوا هنا بتحبوا اللون الاسود، بتحبوا الالوان اللي بتديكم طاقه ايجابيه، فهتبقى في تجديد كده، هتجددوا، ممكن تنزلوا تشتروا حاجه جديده، تهادوا نفسكم هديه، الله اعلم هتعملوا حاجات، انتوا عندكم طاقه ايجابيه مفتوحه، وفي ابتسامه هتكون مرسومه على وشكم. بس الهدف اللي انتوا حاطينه في دماغكم ده هو اللي عامل لكم التفكير السلبي الكتير، فبلاش ان انتوا تضغطوا على نفسكم، وسيبوها على كل حاجه على ربنا. الحظ عندكم اي نعم واقف شويه، بس باذن الله ربنا هيبشرك. كمان انت بتعاني من الحسد الشديد، محسود بطريقه كبيره جدا، الحسد ده هو اللي مخليك مضغوط اليومين دول، ومخليك متقيد في علاقه سلبية، مش مرتاح فيها، عايز تنفصل عنها او عايز تطلع عنها، بس مش عارف تاخد القرار ازاي، او تبدأ ازاي، او تتعامل ازاي. كمان انت ممكن تكون معجب بشخص، او شخص معجب بيك، في اعجاب من ناحية حد، وانت مش عارف تصالحه، او مش عارف تتكلم معاه. كل الفتيات او كل الاشخاص اللي في حياتكم بيغيروا منكم، لان انتوا جواكم نجاح، جواكم ازدهار، دايما نمبر ون في اللبس، في الجمال، في الشياكة، في الاناقة، ما شاء الله عليكم. وعشان كده انتوا اللي بتجيبوا الحسد لنفسكم، اللي بيشوفكم يعني مش بيكون متخيل ان انتوا كده، مش بيحسدكم على طول، فقالت تخلوا بالكم بالنقطة دي. كمان بالكم مشغول بحد بعيد عنكم، بالكم مشغول بحد غايب عنكم، في طاقة كده، طاقة انشغال، طاقة تفكير في حد بعيد، وهو ده اللي مسبب لكم الصداع، علشان ما بتناموش كويس ولا بتاكلوا كويس، وعشان كده في ضغوط نفسية، الألم اللي في الظهر بيظهر فجأة،
بعض منكم بيسوق عربية، البعض منكم بيسوق سواقة، يا ريت تخلوا بالكم من سواقتكم، او انتوا بتسوقوا او عندكم حد بيسوق، يا ريت تخلوا بالكم شوية من السواقة وتخلوا بالكم من الاستغلال. لو في حد عايز يستغلكم الفترة دي كونوا حرسيين كويس جدا. كمان البعض منكم هنا حاطط ايده على خده ومستني رسالة معينة، في رسالة هنا انتوا مستنيينها بقدر المستطاع، حاسين ان الرسالة دي هي اللي هتديكم دفعة لقدام، وبإذن الله الرسالة دي وقت ما هتيجي انتوا هتكونوا بفضل ربنا، هتبقى رسالة كده طبطبة لقلبكم، والموضوع اللي شاغل بالكم مع العيلة، او بمعنى اصح الموضوع اللي بينكم وبين العيلة اللي عمال يتفتح من وقت للتاني ده، هيدخل فيه حد وهياخد لكم قرار حاسم، او حد هياخد فيه قرار الموضوع ده، وهتحسوا ان انتوا كده صح وماشيين في طريق الصح. بس ما تسمعوش كلام حد بيوصل لكم كلام سلبي وبيخليكم تفضلوا مخنوقين في نفس الوقت. في ناس مش حبالكم الخير زي ما انتوا فاكرين، ومش عايزة تجمعكم زي ما هما بيبينوا لكم. خلوا بالكم من النقطة دي، انتوا دايما صابرين، لو ظلم صابرين، خيانة صابرين. عندكم هنا حرف الألف، الحرف الألف ده في حد انتوا بتحبوه من حرف الألف، بس شايلين هم، وفي دموع جوه قلب جوه عيونكم، دموع بطريقة رهيبة، يعني رغم ان انتوا اقوياء بس قلبكم مفيش اطيب منه. ومش القلب بس، ده كمان يعني انتوا حاسين بحاجات كتيرة جدا الفترة دي، كذا حاجة حاسين بيها، كذا حاجة شغلة بالكم، في ذبذبة في تفكير، رغم ان عندكم ايام جميلة وهتكونوا مبسوطين جدا وهتغيروا وحياتكم هتتبدل للأحسن بإذن الله بفضل ربنا. كمان انتوا ممكن تكونوا يعني علشان العين مأثرة عليكم شوية، عندكم شوية رجوع او شوية كده حاجة معينة في بالكم، الله أعلم، بس في شوية رجوع عندكم. كمان انتم متفاجئين جدا الفترة دي، في رزق انتم مش متوقعينه، في حاجة انتم ما كنتوش حاطينها في بالكم هتجيلكم فجأة في الوقت المناسب. الفترة دي هي فترة الرزق ليكم، هي فترة المفاجآت ليكم، فياريت تخلوا بالكم، ولأي حاجة تجيلكم كده تحسوا ان هي راحة من عند ربنا. كمان الوضع الاجتماعي عندكم هيتغير، وهيبقى في عوض من عند ربنا من بعد الصبر والطاقة السلبية اللي انتوا عشتوها طبعا الفترة دي. انتوا هتكونوا دايما يعني مالكين نفسكم، هتقعدوا على كرسي جميل جدا. الايام دي اي نعم حالة من الخمول والكسل والصداع اللي بيتكرر معاكم والكلام السلبي ده، بس انتوا ناويين تعملوا تجديد، ناويين تطلعوا، ناويين تعفروا، ناويين تبنوا، بسم الله ما شاء الله عليكم، عندكم قمر، القمر ده هينور حياتكم ورحلتكم دي هتتم على خير، اذا كانت سفر او اذا كانت زيارة لحد. بس دايما اقول خلوا بالكم من اكتر من شخص حواليكم عيونه عليكم، الحد ده حاططكم في باله، اي نعم انتوا هتخرجوه من حياتكم، اذا كانت افاعي او اذا كان بومة او اذا كان حاجة هتخرجوه، ما هتطردوهم بره، وهتكونوا اصحاب قرارات حاسمة. في بلوك هيتفك بينكم وبين حد، والبلوك ده هيكون احتمال كبير جدا هيكون طاقة ايجابية ليكم، علشان انتوا الفترة دي ساكتين اكتر عن ما انتوا بتتكلموا، وزي ما قلت لكم التعبين اللي على هيئة بشر اللي موجودين في حياتكم، ان شاء الله باذن الله في الوقت المناسب انتوا هتطلعوا من اللي انتوا فيه. ولو في موضوع معين محيركم او موضوع معين شاغل بالكم الفترة دي، ده اتأكدوا انه هيكون طاقة ايجابية من عند ربنا، انتوا مهووسين جدا باللخبطة اللي عندكم، بس دايما اشاراتكم روحانية، دايما طاقتكم يعني الطاقة بتاعتكم روحانية، تفكيركم اصلا تفكير روحاني، بتحسوا كده انه في حاجات بتحصل غريبة عندكم وانتوا مش يعني مش متوقعين او مش متخيلين ان الحاجة دي تحصل كده بسهولة، او الحاجة دي تتم عندكم بالطريقة دي، تفكير رهيب وامور عندكم انتوا يعني ما شاء الله عليكم. بس كمان انتوا هنا الحاجة اللي بتفكروا فيها حاليا الحاجة دي صح 100% من غير كلام كتير، الحاجة اللي انتوا بتحطينها ببالكم دي صح، بس انتوا مستنيين تمسكوا دليل. يا رب تكونوا استفدتوا من قراءتنا النهاردة وتكون نالت اعجابكم. هي مجموعة رقم واحد، انتم مميزين جدا بالخير، مميزين جدا باليد الامينة، مميزين جدا بكشف الحقيقة. ودلوقتي معانا مجموعة رقم ايه؟ يلا التحدي ينزل ما بين المجموعة رقم واحد والمجموعة رقم اتنين. طيب احنا كده خلصنا المجموعة رقم واحد وهندخل على مجموعة رقم اتنين. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طيب المجموعة رقم اتنين اهي، طبعا حروفكم واضحة واللون بتاعكم الأحمر.
ونقول بقى بسم الله. مجموعة رقم 2، التحدي لسه مستمر ما بين المجموعة رقم 1 والمجموعة رقم 2، ونشوف اكتر قراءة هتنطبق عليكم، ونقول بسم الله ونشوف الصورة اللي هتطلع لكم. بسم الله، صورة مريم. طيب قولوا لي بقى، يعني صورة مريم انتوا بتفكروا في ايه؟ طيب لو انت فتاة اللي بتتفرجي عليا، لو انت عزباء فانت بتفكري لا اما في جواز لا اما في نجاح، ولو انت متجوزة مستنية اطفال، مستنية لم شمل. بالنسبة للفتيات او النساء عموما اللي بيتفرجوا عليا، انتوا مستنيين تغيير، مستنيين رحمة شفقة تنزل عليكم من عند ربنا، مش عايزين حاجة من العبد، عايزين الامور اللي عندكم تتحسن، عندكم استغلال الفترة دي، انتوا هتستغلوا نفسكم وهتثبتوا وجودكم وهتقدموا على طريق خير، او هيبقى في نصرة ليكم. في حاجات انتوا خايفين منها وبتشتكوا منها لربنا، ما بتشتكوش لعبد، انتوا بتشتكوا لربنا، بتشكوا له همكم، بس الفترة اللي جاية عندكم بشرة، والبشرة دي هتكون خير، هتكون طريق ليكم، هتصبحوا اقوى من الاول، عندكم حد كبير في السن، الحد الكبير ده حاطط عليكم ودايما بيأذي فيكم، دايما بيتعبكم. انتوا الفترة دي عندكم تغيير جذري في حاجات كتيرة جدا، عندكم اشياء هتفعلوها، بس في ناس اتكلمت عليكم والناس دي اذتكم. حد فعلا عارف يغلط في حقكم، حد يعني خد فرصة كبيرة ان هو يغلط في حقكم، بس انتوا بإذن الله بإذن الله الفترة اللي جاية دي هتكون عندكم علامة جديدة لأمور مستجدة. انتوا ليكم نصرة كبيرة، والنصرة دي هتكون بمساعدة حد كويس جدا هيساعدكم، هتحسوا كده ان الشخص ده فعلا جاي لكم من عند ربنا وهيساعدكم لتفعلوا الحاجة اللي انتوا عايزينها. بينكم وبين الاهل شوية شد، شوية امور تعب، شوية كده شوية امور مش مظبوطة معاكم، بس انتوا هيبقى في تحسن. بلاش تيجوا على نفسكم علشان حد، الحد اللي واثق ومتأكد ان انتوا جايين على نفسكم علشان ترضوه هو اللي هيتعبكم. عندكم بشرة، محدش يعلم الغيب الا الله، بس انتوا عندكم بشرة الفترة دي، والبشرة دي هتبقى طاقة معينة. عندكم اسم علي موجود في حياتكم، وعندكم الراء والميم برضو، دول حروف موجودة في حياتكم، الراء والميم دي حروف حد بيحبكم جدا. في امر مجدي عندكم، الامر ده انتوا كنتوا شايلينه طول الوقت على كتفكم، في مسؤولية كبيرة كانت على فوق الكتف عندكم، الفترة اللي جاية هيبقى فيه تحسن وهيبقى فيه تغيير حلو، فياريت تخلوا بالكم بقدر المستطاع، لان هيكون فيه نصرة ليكم جديدة او فيه تغيرات ليكم حلوة. انتوا ناويين على اكتر من حاجة، والحاجات اللي انتوا ناويين عليها دي هيكون فيه امور، اللي بيدرس عنده محاضرات، عنده امتحانات، حاسس ان الحياة بتمتحنه، حاسس انه فيه اختبارات كتيرة، وبإذن الله هيكون فيه نجاح. فياريت تخلوا بالكم ان انتوا الفترة دي هيبقى فيه لمة حلوة، بس فيه سر مستخبي عليكم، السر ده انتوا بتدوروا علشان تكشفوه، بتدوروا علشان تشوفوه، بتدوروا علشان تلاقوه، حاجات كتيرة جدا عمالين تدوروا عليها، بس بفضل ربنا سبحان الله وتعالى، ربنا هينصركم على من عداكم وهيكرمكم من حيث لا تحتسب. ليه؟ علشان انتوا عمالين تفكروا بزيادة، عمالين تربطوا احداث بحاجات كتيرة، عندكم امور عمالين تتكملوها انتوا. اي نعم الفترة دي عندكم بعض العراقيل في بعض الامور، لكن هيبقى في امور هتنظبط معاكم، وهيبقى في تحسن حلو انتوا ناويين عليه او انتوا مستنيينه. انتوا دايما بيتهيأ لكم ان في ناس بتأذي فيكم، انتوا بيتهيأ لكم وسواس قهري عمال يوسوس فيكم، امور عندكم مضايقاكم، لكن باذن الله باذن الله هيبقى في تجديد في اكتر من حاجه، وهتكونوا مبسوطين جدا، لان ربنا كريم جدا عليكم وهيحميكم من شر ناس كتيره جدا، او بمعنى صح هيحميكم من بعض الناس اللي عماله تاذي فيكم، يعني العماله تيجي عليكم، فان شاء الله باذن الله ربنا كريم عليكم وعاطفي. الفتره دي هي فترتك، الفترة دي انت عندك قرار حيران فيه، عندك موضوع شغل بالك، عندك طريق ماشي فيه، والطريق ده انت خايف منه او خايف من النتيجة بتاعته، انت مهووس
عندك بالشريك، بتحب الشريك جدا، ممكن الشريك يكون علاقاتك مع ابراج ناريه بتموت فيه مش قادر تستغنى عنه، ممكن يجرحك، ممكن يظلمك، ممكن يجي عليك اكتر من مره، وبرضه انت بتحبه لدرجه لا ليها مثيل. عندك هنا مشاعر قويه جدا في تحقيق هدفك، في نفس الوقت انت شغال على نفسك الفتره دي، مفيش نوم، مفيش راحه، مفيش اكل، مفيش اي حاجه عندك في تخص الراحه، كل اللي عندك مسير الهدف اللي انت حاطه ببالك، الهدف بتاعك في قمه الجمال هينجح، وفي نفس الوقت هيكون عندك طاقه ايجابيه، بس في شويه تقلبات بينك وما بين الشريك حرفيا، او شويه زعل، شويه هموم، شويه ضغوط نفسيه من كذا حاجه مع الشريك. في ممكن يكون عندك انت او عندكم انتوا الفتره دي حرفيا صراع، الصراع ده ما بين القلب والعقل، القلب عايز حاجه والعقل عايز حاجه تانية خالص، كل واحد فيكم عايز حاجه مختلفه، فعشان كده انت حيران وشايل الهم بطريقه كبيره جدا. عندك طريق، والطريق ده انت هتكمل فيه وهيكون طريق نجاح، بس دايما من وقت للتاني عندك شويه حيره، شويه خوف. حاليا انتوا حاسين ان انتوا لوحدكم في كوكبكم، مش حاسين، ما فيش حد جنبكم، ولا حبيب ولا صديق ولا اخ، ولا بمعنى اصح من الاهل، دايما الاهل حاطين عليكم، او دايما في مشاكل او شويه عراكيل مع الاهل. البعض منكم حصل عنده اكتر من مره غدر، البعض منكم حصل اكتر من عنده خيانه، الطعن، حصلت شويه ذبذبه في حياته، شويه عراكيل، شوية تقلبات، الله أعلم. بس الفترة دي انتوا قررتوا ان انتوا تتعاملوا بما يرضي الله، قررتوا ان انتوا تتعاملوا بشكل مختلف، فعشان كده عندكم طاقة ايجابية وعندكم فرحة طال انتظارها. كمان احب ابشركم الفترة دي برجوع حد ليكم، او بحد طال غيابه عنكم، حد انتوا مشتاقين له، حد انتوا مستنينه، الله أعلم. بس انتوا بلاش التقلبات وبلاش النفور بينكم وبين الشريك، عشان المشاكل السلبيه. عايزه اقول لكم ان الشريك لو كان من الابراج الناريه، فعنده طرف ثالث في حياته، او في حد بيتدخل في حياته. البعض منكم عنده جمعيه، البعض منكم عنده حاجه شغال عليها بيسدها، او عنده فلوس جايه، الله اعلم. عندكم تحقيق هدف الفتره دي، وتحقيق الهدف هينجحكم بشكل كبير جدا. خلوا بالكم ان انتوا محسودين ومعرضين دايما للحسد، مفيش حد بيحب لكم الخير خالص، عندكم عقبة موجودة بينكم وبين حد، والعقبة دي بتحاولوا تتخطوها بأي شكل، بس في ناس متعمدة ان هي تأذيكم. عندكم تفكير رهيب، انتوا بتفكروا في حد الفترة دي بشكل كبير جدا، 24 ساعة تفكير في الشخص اللي غايب عنكم. عايزاكم تحذروا او تخلوا بالكم من بعض الاشخاص المقربين ليكم، دايما بقول لكم الست وبنتها، الست وبنتها حاقدين، غيرين، عاملين سحر بينك وما بين الشريك حياتك، وعشان كده دايما في نفور، ودايما في تفريق، ودايما في مشاكل. في واحدة بقى، الواحدة دي من المقربين برضو ليكم، من اسمها حرف الحاء او السين، دي ما في اسمها، الست دي بتاعت اسحار، الست دي حقودة، الست دي غلانية، ما بتحبش الخير ابدا لحد. مين الاشخاص اللي عايزة تسيطر عليكم، او عندكم حد كبير بيسيطر عليكم، بيتحكم فيكم، وانتوا رافضين الامر ده ومش عاجبكم، بتقولوا الوضع ده ما ينفعش معانا، او احنا مش جايين عشان انتوا تفضلوا تسيطروا وتتحكموا فينا. عندكم فرحة حلوة جدا، الفرحة دي بتتحضر لكم، هتكون طاقة ايجابية، هتخرجكم من مرحلة لمرحلة في حياتكم، بس خلوا بالكم كويس جدا من كل الاشخاص اللي بيحوموا حواليكم. مين الشخص اللي عندكم متعدد العلاقات، بيحب العلاقات الكتير، او بيحب ان هو يكون عنده اكتر من علاقة، الشخص ده انتوا عايزين تاخدوا معاه قرار الفترة دي، علشان بتقولوا الشخص ده ما ينفعش يكون بالطريقة السلبية دي، او بالامور اللي عنده في حياته. مين كمان انتوا هنا، انتوا هنا ناويين تصالحوا حد، او ناويين حد يصالحكم، الله اعلم، في مصالحه عندكم وفي اتفاق حلو، في كمان مكالمه، المكالمه دي هتكون جميله جدا، هتديكم طاقه ايجابيه، وممكن تبقى عزومه او لمه حلوه. في عندكم ام الشريك، او حد من طرف الشريك دايما كده حضرتكم في دماغه وبيتكلم عليكم، بس انتوا عاميين ورا ظهركم، وبلاش تضغطوا على الشريك بقدر المستطاع، علشان الامور اللي فيها عراقيل، او الامور اللي فيها يعني لخبطه. في ثقه، انتوا واثقين في حد، واثقين في حد في كل كلامه، الحد ده انتوا بتحبوا، بتحسوا ان هو بيديكم طاقه ايجابيه، او بيديكم كده حاجه مختلفه.
بصوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، هتكونوا منورين الطريق الضلمه اللي انتوا ماشيين فيه. بس انتوا عندكم مشكله، والمشكله دي انت مازال بتعانوا منها. هي ايه؟ هي انه انتوا ما عندكمش اكتمال في اي حاجه، اذا كان في موضوع او اذا كان في حاجه معينه، دايما بتلاقوا الحاجه ما بتكملش، بتلاقوا دايما في الفرحه بتاعتكم متاخده. وده بسبب ايه؟ بسبب الحسد الشديد اللي هنا. والحسد الشديد ده عامل لكم ايه؟ عامل لكم عين قويه في جسمكم، دايما في ضيق في التنفس، دايما في نقص كده في حياتكم، حاسين بضيق، حاسين بخنقه. البعض منكم في ظهره بيوجعه، القولون عنده عصبي ولسه ما فيش علاج. بتحاولوا ان انتوا تعملوا فحوصات تعالجوا نفسكم بنفسكم. شويه الم بيظهر لكم من وقت للتاني، وباين قوي العين القويه اللي عليكم اللي مسببه لكم ده كله. وده من واحده ست مش عايزاكم تكونوا في الوضع اللي انتوا فيه، عايزاه تاخدكم وتقفل عليكم في دايره تاني او في حاجه تانيه خالص مختلفه عن الاختلاف اللي انتوا فيه ده. بس انتوا بفضل ربنا هيكون هنا عندكم انتصار عظيم، هيغير حتى تفكيركم، وهتحاولوا ان انتوا الفتره دي تحصنوا نفسكم اول باول، وتبعدوا عن اي طرف بيتدخل في حياتكم او اي مشكله سلبيه عامله لكم الارهاق او عامله لكم التعب او عامله لكم اي ضغوط في حياتكم. عندكم فرصه للتجديد، فرصه لصالح علاقة، فرصة ان انتوا تدوا فرصة اللي قدامكم. انتوا عندكم فرصة، والفرصة دي مش هتتعوض، هتعملوا منها كذا حاجة. اي نعم انتوا مضغوطين وحيرانين في شأنين او في موضعين او في قرارين او في حاجتين معينين، بس في فرصة هتخرجكم او هتطلعكم من اللي انتوا فيه حرفيا، وفي نفس الوقت هتجددوا حاجة جديدة في حياتكم. بس انتوا من وقت للتاني بتفضلوا تفكروا في الماضي، والماضي بتاعكم مؤلم، او الماضي بتاعكم انتوا كل ما تفكروا فيه تحسوا انه فيه ضغوط نفسية. ده اكبر غلط، انتوا ما تفكروش في الماضي خالص، انتوا اطلعوا من اللي انتوا فيه واحدة واحدة، وجددوا في علاقاتكم، جددوا في حياتكم، جددوا في اي طاقة عندكم. بلاش ان انتوا دايما تفضلوا مخنوقين، تفضلوا زعلانين، تفضلوا في حيرة عندكم وفي توتر من امركم. بصوا لقدام وبصوا لطاقات التحسن اللي عندكم، عشان انتوا عندكم اخبار متعلقة بيكم انتوا شخصيا. وكمان البعض منكم دايما بيبقى شغال كده على ان هو يطلع نفسه من اللي هو فيه. في حد ظلمك، والحد اللي ظلمك ده انت نفسك او دايما بتدعي عليه او دايما بتقول انا ليه رب كريم وان شاء الله باذن الله ربنا هياخد لي حقي. اليومين دول حرفيا انت هيكون نجمك لامع، ومعنى نجمك لامع معنى ان انت هتكمل انتصارك على خير، وهتبقى واخد جزء كبير جدا من راحتك او من خروجك من السجن اللي انت حاسس بيه. وزي ما قلت لك ان الفتره دي انت مش واخد راحتك في نوم ولا في اي حاجه، بس عندك خطوبه، عندك زواج، عندك علاقه، حالتك النفسيه هتبدا تتحسن من بعد حاله الاكتئاب اللي انت مريت فيها والخذلان من المقربين. في حد مقرب منك يعني هيحاول ان هو يعمل خطأ وانت هتكتشفه على حقيقته الشخص ده، وهيبقى كده عندك طاقة ايجابية. عندك صديق ليك، الصديق ده من ابراج ترابية، بيحبك جدا وحابب لك الخير، وحابب ان انت تكون كويس، وحابب ان انت تكون متألق او تكون شخص كده جميل. انتوا برضو عايزين تفاجئوا الشريك بهدية، او انتوا ناويين تجيبوا هدية للشريك، او الشريك ناوي يجيب لكم هدية، الله اعلم. بس في هدية متبادلة عندكم من بعد طبعا فشل كذا موضوع في حياتكم، فهيكون عندك تبادل في الحب وعندك راحة نفسية بإذن الله. والناس اللي قلقانة بخصوص الشريك، فالشريك هيرجع لكم الفترة اللي جاية بعد ما يفوق من اللي هو فيه، أو من بعد الأمور اللي عنده تخصه وقفة تتحسن، أو المواضيع اللي شغلة باله تهدى، بعد ما ربنا بإذن الله الفترة اللي جاية يبقى فيه استقرار نفسي. انتوا تايهين خالص الفترة دي، الفترة دي انتوا متلخبطين في عدم الاستقرار في الماديات، الضغط عندكم في الماديات واقف شوية، او في ضغوط بمعنى كبير جدا. في شخص جاي لكم، والشخص ده من بعيد، هتمشوا معاه في طريق، الطريق ده هيكون ناجح جدا من بعد الصعوبات طبعا اللي بتمروا بيها. وممكن الشخص ده انتوا اللي تروحوا له طبعا عن طريق سفر، ممكن يبقى في سفر حلو عندكم، وهيبقى جايه لكم فرحه بتتحضر لكم باذن الله، وهيبقى باكتمال
كمان انتوا من عند ربنا هيكون في خير بعد وقف الحال اللي عندكم، وبعد الضغوط اللي انتوا بتمروا بيها. دايما فلوسكم متبخره، اللي جاي على قد اللي رايح، ومفيش حاطر، مفيش حاجه ماسكه فيكم. دايما مسلمين ايدكم لربنا، ودايما بتدعوا ربنا بشكل كبير جدا. فعشان كده البيبان اللي اتقفلت في وشكم هترجع تتفتح من جديد باذن الله، وهتمشوا في طريق خير، وهتكملوا مسير حياتكم بالشكل الايجابي اللي انتوا عايزينه. كمان البعض منكم ممكن يكون عنده سلطه، عنده مساعده لحد، او في حد هيساعده، لا اما انتوا هتساعدوا حد، لا اما هيبقى في كده تغيرات حلوه، في طاقات تانيه مختلفه، هيبقى في دقه في القلب جديده. هتكونوا دايما اصحاب نيه متالقين، اصحاب نيه كده حاسمه. بس انتوا لما بتيجوا تناموا بتحسوا كده ان عيونكم بتدمع، مش قادرين تاخدوا نفسكم، دايما عيونكم الدموع بتنزل من غير سبب، بتفكروا في حاجات سلبيه. لا انا ما انصحكمش، علشان انتوا لما بتفكروا في حاجات سلبيه بتصحوا الصبح تعبانين ومش قادرين تتحركوا، ولو اتحركتوا بتبقوا حاسين ان اليوم في حاجه غريبه. فلازم تطلعوا من اللي انتوا فيه بقدر المستطاع. والخبر اللي انتوا سمعتوه زعلكم وهداكم طاقه سلبيه، لازم ترموه ورا ظهركم، علشان انتوا مش ناقصين، انتوا اللي فيكم مكفيكم. وطول ما انتوا زعلانين هتلاقوا العراقيل موجوده في حياتكم، هتلاقوا الضغوط عندكم مسلازماكم. فلازم بقدر المستطاع تطلعوا من اي ضغوط سلبيه انتوا بتمروا بيها. كمان البعض منكم هنا بيصلح خطأ عمله، او بيصلح حاجة معينة عملها، بتصلح حاجة جديدة في حياتك، او يعني بتحاول انت تصلح الحاجة القديمة عشان تبقى جديدة في حياتك. هنا عندك تجديد من الحاجات اللي انت بتعاني من الملل، بتعاني من التخلخل، بتعاني من كذا حاجة في حياتك، فانت قررت ان انت تجدد في الطريق، في حاجة خير، في حاجة مفيدة. وكمان انت هنا هتحتاج مساعدة، والمساعدة دي هتكون من ست كبيرة عندك في حياتك، والست دي فعلا هتقف معاك وهتديك طاقة ايجابية، وهتبقى مفرحاك قوي بالاخبار الحلوة. مين الشخص اللي هو تدخل في حياتكم؟ الشخص اللي حد فعلا عرف يأذيكم وعرف يظلمكم، وانتوا كنتوا مسلمين، وده خطيئتكم انتوا وغلطكم انتوا. وعشان كده زي ما قلت لكم، انتوا الفترة دي مضغوطين من كل الطرق، وحاسين بالتخلخل كده في افكاركم وبالتوتر. انتوا هنا زعلانين وحزانة جدا بسبب اختياركم، او بسبب سوء اختياركم اللي انتوا اخترتوه مع حد في حياتكم. الحد ده عرف فعلا يكسركم، بس انتوا بفضل ربنا، بفضل ربنا الابتسامة هترجع تعود على وشكم تاني. بس وشكم دبلان بسبب الصدمات اللي انتوا خدتوها ورا بعض، وبسبب ان انتوا هتاخدوا موقف جريء الفترة دي، والموقف الجريء ده كده ما حدش هيفهمه غيركم انتوا، ومن بعدها هتعملوا خطوات كتيرة في حياتكم. كمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله، ربنا هيكون واقف معاكم وهيحسن لكم كل اللي انتوا محتاجينه، او كل اللي انتوا عايزينه بالشكل الكبير اللي في حياتكم. في كمان هنا طاقة مفتوحة، الطاقة المفتوحة دي كلها طاقة ايجابية ليك، وكلها فترة هيكون فيها توازن، وهيكون فيها اخبار متعلقة بالامنية بتاعتك. بسم الله ما شاء الله عليك، انت وشك منور جدا الفترة دي، وعشان كده هيكون زي ما قلت لك في توازن. بس انت محتاج تمسك في ايدك شويه عشان المصاريف الزايده، او بسبب ان انت مصرف اليومين دول زياده عن اللزوم، المسؤوليه عندك زادت، او انت بقيت مصرف مبذر قوي. فياريت تخلي بالك من النقطه دي، وبلاش ان انت تضغط على نفسك. كمان زي ما قلت لك، الخبر السيء اللي انت سمعته ده زعلك قوي وخلى عيونك دبلانه، وفي خصام بينك وما بين شخص. الكلام هيرجع تاني، وهتبقى النيه سليمه، وهيبقى كمان في امور حلوه باسم الله ما شاء الله عليك. انت عندك طاقه تحسن، وعندك طاقه خير مفتوحه لكيانك، ومفتوحه لمستقبلك بشكل كبير جدا. والسلطه اللي انت هتستفاد منها دي هتكون ليك انت، متعلقه بامنيه، او متعلقه بهدف، متعلقه بخبر الله اعلم، بس هتكون في اهداف حلوه انت حاططها ببالك. الصحه بتاعتك هتبدا تتحسن، وهتبدا تبعد عن اي حاجه طاقه فيها سلبيه او طاقه فيها زعل. ولو انت عندك او ناوي على استقرار، او انت مستني استقرار، في استقرار حلو جدا عندك، وفي موهبه
موهبة حلوة جدا هتطلعها من جواه، بس بلاش تأنيب الضمير، وبلاش ان انت تفضل تلوم نفسك على حاجات انت ما عملتهاش او انت ليك دخل فيها خالص. انت اسلوبكم راقي جدا في المعاملة، اسلوبكم لطيف جدا في الكلام الحلو، ما بتعرفوش تظلموا حد، ما بتعرفوش بمعنى اصح ان انت تكسروا بخاطر حد، دايما ماشيين بجملة ان جبر الخاطر ده حاجة اتكلم عنها الرسول، او بمعنى اصح جبر الخواطر ده حاجة حلوة جدا في حياتنا. انتوا ماشيين بالجملة دي، ما بتحبوش تكسروا بخاطر حد ابدا، وعشان كده انتوا هتتفتح قدامكم كذا اكتر من كوكب، كذا حاجة، كذا حلم، وهيبقى في توقيع ورقة، توقيع سفر، توقيع هدف. ممكن البعض منكم لو انتوا مستنيين سفر فهو توقيع سفر، لو انتوا مستنيين حاجة معينة فهي توقيع حاجة معينة، البعض منكم ممكن يكون توقيع في دراسة، البعض منكم ممكن يكون عنده خطوبة كاتب كتاب، البعض منكم ممكن يكون عنده فرحة طالع انتظرها، الله اعلم. المهم ان انتوا عندكم توقيع ورقه الفتره اللي جايه دي، وهتكونوا مبسوطين جدا، والابتسامه زي ما قلت لكم هتعود على وشكم. عيونكم الفتره دي هي اي نعم فيها تنقلات، بس يعني الفتره دي عندكم تنقلات، بس الفتره دي باذن الله هتطلعوا من طاقه التفكير السلبيه اللي مأثره عليكم، والعدو اللي عمال يسيطر ويتحكم فيكم بالشكل الكبير جدا اللي في حياتكم، انتوا هتاخدوا معايا قرار حاسم وهتبعدوا عنه او هتطردوه عن حياتكم خالص. ليه؟ علشان انتوا ما هيبقوش عندكم حتى طاقة للكلام السلبي او حتى طاقة للعراقيل. وانتوا لو انتم بتحبوا الشريك يبقى هو الشريك بيفكر فيكم بطريقة رهيبة جدا، بس او انتوا بتفكروا فيه بس في تردد وفي خوف، في شوية رجوع، كل ما بتقولوا خلاص هانت بترجعوا اسوأ ما كانت، بتترجعوا تدريجي كده واحدة واحدة. او انتوا في حد من الجيران مزعلكم، او انتم زعلين حد من الجيران، في حد يخص الجيران عندكم في زعل ما بينكم او في شويه خوف. في نفس الوقت كمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم في نور من بعد الظلمه اللي انتم ماشيين فيه. في موقف كمان بيتكرر معاكم بسبب سوء التفاهم اللي بينكم وبين حد، الموقف ده هتاخدوا فيه قرار حاسم وهتاخدوا فيه خطوه جديده او طاقه تانية مختلفه خالص. في بقى حد منكم مستني حاجه معينه، الحاجه المعينه دي انتم شغالين عليها بطريقه كبيره جدا، في موقف بيتكرر معاكم، في سوء تفاهم من حد زي ما قلت لكم من الجيران او حد مزعلكم في حاجه معينه، الله اعلم، بس في سوء تفاهم عندكم. في نفس الوقت في حزن، الحزن ده بيتحول جواكم لزعل كبير جدا، والقلب عندكم مازال بينزف. ليه؟ بسبب الضغوط اللي انتم محطوطين فيها، بسبب الكال والكيل اللي عندكم، او بسبب بمعنى اصح تعدد الافكار السلبيه اللي مسيطره عليكم. فلازم تطلعوا من اي ضغوط انتوا بتمروا بيها، وتحاولوا بقدر المستطاع تشوفوا اسمة جديده في حياتكم. انتوا معروفين من الاشخاص اللي حياتها بيبقى فيها تحسنات الفتره اللي جايه، بس انتوا علشان بتفكروا او بتحبوا بمعنى صح زياده عن اللزوم، فلازم تتحكموا في السيطره على انفعالاتكم مع الشرير، وتتحكموا كويس جدا في اي مواجهه بينكم وبين حد، وتحاولوا تركزوا على الحاجة اللي تفرحكم وتديكم دعم لقدام، او بمعنى اصح تديكم دفعة لقدام، علشان خاطر انتوا في كذا حاجة بتفكروا فيها. وبرضو الفترة دي انتوا هتثبتوا وجودكم وهتاخدوا قرار حاسم، او هيبقى في طاقة جديدة، طاقة فيها بعد تقلب المزاج طبعا وبعد التفكير السلبي اللي انتوا عمالين تفكروا فيه، فهيبقى فيه كذا حاجة هتطلعوا هتطلعكم، وهيبقى فيه طاقة تانية حلوة جدا، هيبقى حتى عدد ساعاتك هتبقى جميلة، وهيبقى طاقاتك عالية، وهيبقى فيه كمان خروج من النفاق وخروج من يعني لو انت جوه قلبك طاقة كده سلبية، انت هتكتشف ناس على حقيقتها منافقة وجواها حقد. ليه؟ علشان انت روحانياتك عالية، علشان خاطر انتوا اشخاص مميزين جدا ان انتوا تعرفوا تاخدوا اللي انتوا عايزينه من اللي قدامكم، وعشان كده حذفتوا ناس كتيرة جدا من حياتكم، وبمعنى اصح طلعتوا ناس كتيرة جدا من حياتكم ما كانتش تستاهل اللي انتوا فيه، او بمعنى ما كانتش حتى يعني ليها كده اي حاجة بما يرضي الله، فانتوا قررتوا ان انتوا تشتغلوا وتشوفوا وتعفروا وتجهدوا توصلوا للحلم بتاعكم، وبإذن الله هتكونوا توصلوا للحلم بتاعكم منطلقين الفترة اللي جاية، علشان خاطر في خطوات جميلة وفي كذا فرحة انتوا بتحضروا، رغم ان عندك مكسب حلو جدا.
او انت شغال في مشروع وهيبقى في مكسب عالي، في طاقة ايجابية عندك ما شاء الله عليك، في ارض هتنور. بس انت عندك شخصين هنا، شخصين بينك وما بينهم كان علاقة، بينك وما بينهم كان ارتباط، حصل بلوك او حصل انفصال عندك ما بينك وما بين حد من الشخصين دول، او الشخصين اصلا حصل عندكم بلوكات. عندك فلوس او جايلك فلوس، او انت مقدم على شغل فهتكسب منه ارباح حلوة. ممكن كمان الوقت اللي جاي ده حد يرد لك مبلغ من المال كان مستلفه منك، انت عندك مال جايلك، والمال ده هتحسه كده عوض من عند ربنا في الوقت المناسب بإذن الله. عندك حد هنا عندك حد في حياتك بيعدي بأزمات، او انت شخصيا بتعدي بأزمات، لكن عندك انفراجة حلوة جدا، والانفراجة دي هتحسن حالتك النفسية الفترة اللي جاية، عشان كده انت مركز جدا على الهدف. عندكم مرات اخ مش حابتكم بالخير، بتتفق عليكم للأذى، فياريت تخلوا بالكم كويس جدا. عندك مفاجأة هتحصل، المفاجأة دي هتكون حلوة جدا، او في نفس الوقت ممكن تكون انت كنت بتحضروا لها بقالكم مده، بس حس العراقيل، حس شويه مشاكل شويه ضغوط، فالوقت ده مناسب جدا ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك من حيث لا تحتسب، بس خلي بالك كويس جدا من كل الناس اللي حواليك. عندك تفكير رهيب جدا الفتره دي، مفيش نوم خالص، انتوا ما بتناموش اصلا، عندكم شويه تعب في المعده، شويه تعب جسديا. انتوا يعني انتوا طيبين جدا، دايما بتحكموا بالعداله، دايما اشخاص متفوقين جدا في كلمه الحق، بس انتوا عملتوا عمليه او ناويين تعملوا عمليه او حاطين عمليه معينه في دماغكم الله اعلم، بس ما تخافوش، انتوا لو هتعملوا عمليه فهتعملوها ان شاء الله باذن الله، مفيش الم مفيش وجع زي ما انتوا فاكرين وحاطين في بالكم الاوهام الكتيره جدا. المناعة عندكم ضعيفة الفترة دي، فلازم تركزوا كويس جدا ان انتوا تهتموا بصحتكم زيادة عن اللزوم، علشان خاطر انتوا اللي مناعتكم في النازل، وطول ما مناعتكم في النازل الوضع اللي انتوا فيه ده ما ينفعش خالص. عندكم كمان هنا خير، والخير ده جاي لكم حلو جدا، بس انصحكم دايما ان انتوا ما تتكلموش عن اي حاجة تخص حياتكم الشخصية، اذا كان خير اذا كان مال اذا كان حد زي ما يكون، ما تحكوش علشان الكلام الكتير بيرجعكم لورا، وفعلا انتوا بتعانوا من الحسد الشديد. الحسد الشديد ده هو اللي خليكم دايما عندكم وجع في الكتف وفي المعدة، ودايما تفكير كتير جدا، حتى معدل النوم بتاع صحتكم بدأ يقل، وعصبية واضح جدا على شكلكم، فلازم ان انتوا تهتموا بصحتكم الفترة دي، وتخلوا بالكم من الوجع اللي بيجي لكم فجأة، والنغزة والدوخة اللي بيجي لكم. بسم الله ما شاء الله عليكم هنا، رغم ان ظهر لكم حسد شديد، بس هتكونوا متفوقين وهتعدوا الايام دي على خير. عندك هنا فرحة خلال الايام اللي جاية انت منتظرها، في شخص كمان بيحبك جدا هيعترف لك بالحب ده، وممكن كمان من بعد الطاقة اللي انت هتاخدها ممكن تقرر تسافر، تقرر ان انت تشوف الحياة بشكل مختلف. عندك شوية ضغوط على العمل، او ضغوط في العمل، ضغوط في الحياة عندك معينة الله اعلم. عندك هنا شوية كلام في العاطفة، شوية امور في العاطفة، شوية حاجات تخص العاطفة عندك، لكن الوضع اللي انت فيه ده هتكون فيه طاقة ايجابية وفيه تفوق. البعض منكم هنا عنده كده الحاسة السادسة العالية اللي بيحس بكل حاجة بتحصل، او بيربط الاحداث ببعضها فبيطلع له نتيجة مذهلة، فكمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم عندكم نور من بعد الظلمة، وفي نفس الوقت ممكن يكون في مكالمة تليفون جميلة، ففيها تعويض، فيها خروج، فيها اثبات وجود، هتطلع من اللي انتوا فيه، ممكن يبقى في طاقة حلوة، فراق حلو الله اعلم، وزي ما قلت لكم هيبقى في عزومة حلوة، وهيبقى في طاقة حلوة جدا هتفرحكم. كمان انتوا الفترة دي حرفيا ماشيين بالتوازن، اي نعم الفترة اللي فاتت ما كانش فيه توازن عندكم في حياتكم خالص، بس الفترة دي انتوا قلتوا احنا لازم نكون عندنا توازن في كل حاجة في حياتنا، ولازم نقدر ان احنا نصلح اخطائنا اللي احنا بنخطئها، وزي ما قلت لكم عندكم مرات الاخ او وطرف تاني بيتدخل في خصوصياتكم، عشان كده عامل لكم طاقة سلبية والحزن اللي انتوا فيه ده. كمان من فترة او من مدة معينة دخل شخص حياتكم، الشخص ده كان كله سم، ربنا خرجكم من حياته وطلعتوه بره، وانتوا فاكرين انه انتوا يعني كان مكسب ليكم، بالعكس ده كان خسارة كبيرة جدا، وكان كله أذى وكله سم، فالحمد لله ان ربنا بيحبكم وطلعوا من حياتكم. الفترة دي انتوا محتاجين الاحتواء، محتاجين الحب، محتاجين اي حد يطبطب عليكم، مبقاش عندكم طاقة للاستغلال، مبقاش عندكم طاقة ان حد يتدخل في حياتكم ويظلمكم، فبسم الله ما شاء الله عليكم، عندكم بداية جديدة، والبداية الجديدة دي هتكون في اكتر من موضوع، بس ما تقلقوش، النقلة اللي انتوا حاطينها في دماغكم اذا كانت من العاطفة او اذا كانت في الماديات هتحصل لكم الفترة اللي جاية.
ايجابيه وهيبقى في طاقه ايجابيه، بس يعني انتوا شاغلين بالكم في او شاغلين تفكيركم وراسمين حاجه معينه في حياتكم. بلاش التجربه علشان خاطر انتوا عندكم مهارات حلوه، عندكم تجارب في الفتره اللي جايه هتكون جميله وهتكون مفيده ليكم، بس دايما انصحكم ان انتوا صفحه الماضي تقفلوها من ورا ظهركم علشان خاطر لو الشخصين دول عايزين يستفزوكم او زي ما يكون انتوا مشاعركم ما تتجرحش او تبقى في علاقه فيها توتر عندكم في حياتكم. والرساله اللي هتجيلكم الرساله دي هتكون منصب حلو ليكم ان انتوا هتحضروا مناسبه حلوه، ومن بعدها ممكن تتخلصوا من حاجات عامله لكم اذى او حاجات بمعنى اصح كاتمه نفسكم. يا رب مجموعة رقم 2 تكون استفادت معانا النهاردة بقراءتها، وتكون دايما في تميز ودايما في قراءات جديدة وحصرية. لو قراءة رقم 1 او قراءة رقم 2 عجبتكم ما تنسوش تبلغوني في الكومنتات وتصلي على الحبيب، ويا رب دايما انزل لكم، ويا ريت تشاركوني في الكومنتات برأيكم في القراءات وايه اللي منتظرينه الفترة اللي جاية ننزله لكم.